موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها مفطرات الصائم ثلاثة. فمن الأمور أيضا التي تفطر الصائم وهو الثالث معنا اليوم، التقيؤ عمدا، وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم عمدا. أما إذا غلبه القيء وخرج منه بغير اختياره فلا يؤثر في صيامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. الرابع من الأمور التي تفطر الصائم هو خروج دم الحيض أو النفاس. فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس أفطرت، ووجب عليها القضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وللحديث بقية إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.